عايز اتكلم معاك بقى عن المنافسة مع علي معلول. انت برضو دلوقتي خلاص بقيت علي معلول وانت موجودين للسيزون الجديد، اكيد المنافسة صعبة جدا، اكيد برضو انت قربت خطوة ان انت في اي وقت ممكن تبقى موجود في الملعب، ولما لعبت اديت بشكل كويس، فعايز اعرف انت شايف المنافسة ازاي؟ انا في المبدأ يعني كابتن علي ده مثل، يعني مثل كبير جدا ليا، وبتعلم منه حاجات كتير جدا، ودايما بنتكلم مع بعض، ودايما هو بيقعد ينصحني ويتكلم معايا، وانا شايف ان المنافسه يعني قويه جدا وشريفه، فدي حاجه انا يعني حاببها، وحابب ان انا اخش في المنافسه دي. بس فانا بصراحه ده حد بتعلم منه، مش حد جاي ان انا انافس معاه، ولا لا انا جاي حد اتعلم منه وانافس معاه على المكان مش على حاجه تاني. بيتكلم معاك وبينصحك؟ دايما كتير على طول. بيقول لك ايه؟ لا لا على طول بقعد يتكلم معايا، حتى في التمرينات واحنا شغالين، مثلا لو احنا بنعمل مثلا حاجات زي البيلد اب وبتاع، احنا مثلا بنبقى هو قدامي انا وراه كده، بيقعد مثلا يقول لي على حاجات كتير جدا، اعمل كذا ما تعملش كذا، الحاجات دي بتعمل كذا في الوقت كذا كده، فدايما بيقعد يتكلم معايا. واكيد في الاول وفي الاخر ده بيصب في مصلحه الفريق. طبعا اكيد في مواقف بينك وبين معلول برضو، مش نصايح بس، مواقف بتحصل جوه الملعب في اوضه اللبس بيوجهك اكيد في بعض الاحياء. لا طبعا كان ماتش بيراميدز، كان اول ماتش ليا، كان هو موجود معانا برضو على الدكه، فهو جالي بين الشوطين، فانا كنت في الاول الماتش كنت يعني في سنه قلق وبتاع، فهو جالي بين الشوطين، جه على جنبي قعد بقى يقول لي بص انا عايزك تهدى خالص، ومفيش اي حاجه، سيبك من كل اللي حواليك، سيبك من اللعيبه اللي معاك، سيبك من كل الكلام ده كله، انا عايزك انت اللي تركز، افصل نفسك الخمس دقايق اللي احنا قاعدينهم دول، وحاول انك ترجع تاني في اسرع وقت، ما تحاولش انك تطول في القلق. فانا مفكرش كتير. يعني تطول في القلق، فقال لي خد القرار مره واحده وزي ما انت، بس قال لي انت ماشي كويس. تعرف انت تعمل الماتش ده اصلا ولا كان رايح لمعلول؟ لا هو الماتش ده ما كنتش عارف اصلا، يعني احنا قاعدين اصلا، احنا دايما ما بنعرفش تشكيله، فاحنا بنعرف تشكيله قبلها بساعتين او ساعه ونص كده بس، فانا قاعد اصلا انا ما اعرفش، لقيت مره واحده يعني انا لاعب، فانا اصلا قلت قلت يعني حتى كابتن علي ما كانش مثلا مش موجود، لا كابتن علي كان موجود فرايحه له خلاص. انا يعني انا قاعد بدا ماتش بيراميدز، يعني ماتش بيراميدز بتاع ماتش كبير وكده، فانا جيت قعدت لقيت قال لك لا قول لي من الاول بقى، ياسر خالد، ياسر منعم، كريم. انا فضلت ساكت شويه كده. كريم مين؟ انا كنت قاعد، ما انا بقى يعني انا بقعد في الاخر كده، فلما قال كريم انا اصلا فضلت يعني بص علي يا كابتن علي اخد في اخر الناحيه الثانيه، فانا ببص كده رجعت تاني، ما خلاص بقى مش حدش ياخد باله. بس لا بس بصراحه يعني دخلت في الماتش بسرعه. بس كان الاحسن ان هو يبلغك قبلها بيوم ولا في ساعتها كده؟ لا 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 انا ما كانش فارق معايا يبلغني امتى، انا كده كده دايما ببقى جاهز، فمش انا مستنيها اصلا، كنت مستني بس. ولما لعبت اديت بشكل كويس جدا. مبدئيا يعني عايز اتكلم معاك بقى يعني اجواء الماتش نفسها، الماتش كان كوره بس، وانتوا كنتوا عايزين تخشوا الماتش او تاخدوا بطوله الدوري بدون اي هزيمه. طبعا ده اثر عليكم في الماتش ده من السيناريو اللي حصل؟ لا هو كان اللعيبه معظمها اجهدت خلاص، حتى اللي كانوا بيلعبوا يعني كنا خلاص جد يعني اللعيبه معظمها جاب اخرها، في اتنين تلاتة بس هم اللي لسه بيبقى أول ماتش ليهم أو تاني ماتش والكلام ده، فكنا بنحاول اللي هو يعني على قد ما نقدر من يعني اللي هو الناس اللي هي سليمة وكويسة تحاول إنها إيه تعمل مجهود زيادة عن اللي عندها، فكنا بنحاول نعمل كده بس ما حصلش نصيب.